الأمور تكون صعبة في البداية في أي فريق جديد تنضم له، لكن لطالما وجدت مساندة من زملائي ومدربي والجمهور. أنا سعيد لهذا وأشكر كل من ساندني. ولدت في فرنسا وكنت ألعب لنادي بوردو، وعندما انتهى عقدي هناك وجدت نفسي بدون فريق، ثم التحقت بنادي إيلاس فيرونا بعدما اجتزت فترة الاختبار. قضيت هناك 4 أو 5 سنوات ثم انتهى بالمطاف هنا. أحب أن أسجل المزيد من الأهداف، لكن الهدف الأهم لي هو أن يتجنب فريقي الهبوط، وهو الأهم لنا جميعا في إسبانيا.